السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير كان رأيهم إني دايما بجيب العيوب في كل حاجة والسلبيات قبل الإيجابيات. كل فيديو بمجرد ما بينزل بلاقي هجوم، مع إني مش بتكلم في السياسة ولا اقتصاد ولا حتى أهلي وزمالك، أنا بتكلم في عربيات. بس المشكلة إن الكلام عن العربيات دايما بيصطدم بمقاطعة أو قوانين استيراد أو قرارات زي اللي اتكلمنا عنها في الجزء الأول، وهي قرارات الرئيس السيسي بخصوص عدم ترخيص أي عربية جديدة إلا لو كانت تعمل بالغاز والبنزين، وقرار إحلال العربيات القديمة. وعشان وعدت الناس إن أنا هجيب المميزات قبل العيوب، وخليت المميزات كمان جزء أول، وبعد كام يوم أنزل بالجزء الثاني الخاص بالسلبيات أو العيوب، برضو مفيش فايدة. الناس هاجمت الجزء الأول بتاع الإيجابيات. يا حضرات المستشارين، أي حاجة في الدنيا فيها مميزات وعيوب، فيها إيجابيات وسلبيات، وفيش شيء كامل لأن الكمال لله وحده. قرار الرئيس السيسي كان فيه إيجابيات وبرضه فيه سلبيات. عملت فيديو الجزء الأول إيجابيات القرار اللي أنا شايفها من وجهة نظري، وانتظرت شوية لحد ما تظهر كل سلبيات القرار ويبان تأثير القرار على سوق السيارات الزيرو المستعمل، علشان طبعا لما أتكلم ما يبقاش فيه نقطة أو جزئية ولا صغيرة أفوتها. ندخل في موضوعنا، سلبيات قرارين. أولهم قرار تخريب السيارات اللي مر عليها أكثر من 20 سنة، والقرار الثاني عدم ترخيص السيارات الزيرو إلا لو كانت تعمل بالغاز والبنزين. مبدئيا سوق السيارات كان ضايع من أول 2019 بسبب المقاطعة، وجات الكورونا طبعا وخلصت عليه. وبعد فك الحظر في آخر شهر 6 اللي فات بدأ يبقى فيه بصيص من الأمل، شوية نور جايين من آخر الشارع، وبدأت حركة البيع والشراء تشتغل بمجرد فتح المرور والشهر العقاري. طلع القرار وفجأة في نفس اليوم الدنيا ظلمت تاني. الناس خايفة تشتري زيرو وفاكرين انهم مش هيعرفوا يرخصوها، وفي ناس بيقولوا نستنى شوية نتفرج ونشوف هيحصل ايه. وطبعا محدش عايز يغامر بفلوس. المستعمل طبعا توقف تماما علشان الناس خايفة تشتري، ولما يجي يجدد الرخصة يتقال له مالكش عندنا رخصة، ويبدأ في إجراءات التخريد. طبعا احنا ما صدقنا ان السوق يرجع يشتغل تاني، وفجأة قرار زي ده يعطل الدنيا ويوقف المراكب الواقفة اصلا. طيب خلونا نتفق، لا القرار الاولاني ولا التاني وقتهم مناسب. ليه؟ علشان الناس لسه ما طلعتش من أزمة كورونا، وكلنا مزنوقين ومديونين، ومش وقته خالص تخريد وإحلال وقروض بنوك إلى آخره. الحال واقف أصلا، وناس كتير فقدوا وظائفهم وبيحاولوا يعوضوا الخسائر. بعد يوم من القرار طلع تعديل إن التخريد مش للملاكي، ورغم كده ما حدش مصدق لأن ثقة معدومة من زمن. حتى بعد ما المسؤولين طلعوا وقالوا العربيات الملاكي خارج خطة الإحلال، برضو ما فيش فايدة، ولسه لحد دلوقتي الناس بتسألني، ولسه البيع والشراء متوقف للمستعمل القديم، والناس خايفين يتاخدوا على أخوانا زي كل مرة. موضوع الإحلال بتاع المستعمل يا حضرات مش للعربيات الملاكي، وتفاصيله لسه ما ظهرتش، وما ينفعش أصلا يتعمل في الظروف دي خلاص، علشان ما حدش يسأل يعني. أما بالنسبة لقرار ترخيص العربيات الزيرو بالغاز، الموضوع ده سابق لأوانه، لأن الوكلاء والموزعين والمعارض عندهم كميات ضخمة جدا من موديلات قديمة زي 2018 لحد 2020، وبدأوا ينزلوا 2021 الجديدة، وفي كميات ضخمة مرمية في المعارض وفي الميناء وفي الصحراء. الناس دي سواء وكلاء أو موزعين أو معارض واخدين قروض والحال واقف ومش عارفين يسددوا. وكمان من أول شهر أكتوبر هتبدأ البنوك اللي كانت ساكتة عن أقساط القروض هيبدأوا يطالبوا بالأقساط، وهينتهزوا فرصة تأجيل المطالبة بالأقساط الست شهور اللي هي المبادرة اللي قدمها البنك المركزي، هيحولوها لصالحهم كالعادة. يعني فترة الست شهور السماح اللي يخلصوا شهر 9 اللي جاي، البنوك هتلعب لعبتها وتستغل أصحاب القروض
تزود الاقساط، احتمال يزودوا اصلا القروض نفسها بحجه وفوائد الست شهور الزياده. الكلام ده كله حمل اكبر على قطاع تجاره السيارات والعاملين فيه، سواء وكلاء او موزعين او معارض او حتى موظفين اللي هم اصلا مش ناقصين، لان بقى لهم سنتين في حاله من الركود وضعف القوى الشرائيه. وكتر خيرهم انهم بيدفعوا مرتبات، وكتير منهم قفلوا فروعهم كلها وشغالين بفرع واحد علشان يوفروا. مين هيدفع وهيسد القروض دي وهيسدها منين؟ السؤال اللي الناس كلها بتساله، احنا في ايه ولا في ايه؟ هو احنا عارفين نعيش وندفع فواتيرنا كهرباء وميه وغاز واقساط قروض علشان ندخل في حمل جديد؟ موضوع عدم ترخيص السيارات الا اذا كانت غاز وبنزين دي رفاهيه احنا مش مستعدين ليها. علشان قرار زي ده يتنفذ لازم يتوفر الاتي: اول حاجه محطات غاز في جميع المحافظات وبعدد كبير جدا، على الاقل في البدايه ربع عدد محطات البنزين، علشان ما يحصلش تكدس وزحام واغلاق شوارع وتعطيل للناس. تاني جزئية، مش كل المحركات ينفع يشتغل لها ويركب لها الغاز، يعني المواتير القديمة الغاز يدمرها لو كفائتها أقل من 70% اللي هي غالبية العربيات المستعملة القديمة. المواتير الجديدة الصغيرة ما ينفعش وملوش لازمة أصلا نركب لها غاز، زي العربيات الـ 800 سي سي والـ 1000 سي سي والـ 1200. يعني مثلا الـ 800 سي سي بيعمل في 100 كيلو من 3 ل 4 لتر بنزين، العربية اللي موتورها 800 سي سي بتبقى علبة كبريت. أما المواتير اللي راكب فيها تيربو محدش جرب يركب لها غاز، وفي منها 1000 سي سي و1200 و1400. وهل الغاز كوقود حامي زي ما بنسميه مع قوة التيربو الموتور هيتحمله؟ طب هيستحمله كم سنة؟ وقود الغاز وقود قوي خالي من الشوائب والتلوث وحامي على الموتور، ولما بيتحط في عربيه موتورها تعبان البساتين بتخبط والعربيه بتحتاج عمره كل شويه، وبياكل وش البستن وبيحرق الزيت لان احتراقه عالي، ما بالك بقى لما تزود الاحتراق بتربو. ثالثا، ما تقدرش تحكم على الدول المصنعه والمصدره للسيارات انهم يعملوا لك مواتير تشتغل بالغاز، ومش كل مصانع السيارات بتعمل عربيات تشتغل بالغاز. السوق المصري بالنسبه لصناع السيارات ولا حاجه، احنا مبيعاتنا في السنة اقل من مبيعات دولة زي امريكا في يوم. الحل الوحيد انك تخلي ورش التجميع في مصر تركب تجهيزة الغاز في العربيات وتاخد نص الشنطة عشان نحط فيها الانبوبة. طب هل شركات سيارات في مصر هتضمن عربية الخواجة اللي صنعها عاملها تشتغل بالبنزين وكاتب لك في كتيب التعليمات يوصى بوضع بنزين كذا 92 مثلا او 95، تيجي انت تشغلها بالغاز؟ حلو جدا. مين بقى اللي هيضمن لو حصل للموتور مشكلة، ومين هيعوض صاحبها؟ هل الشركات الغلبانة اللي في مصر هتتكلف بمصاريف الإصلاح والتعويض؟ للعلم مش من حق الوكيل بعد ما يعدل العربيات ويحولها للعمل بالغاز انه يطلب تعويض من الشركة الأم، ولا من حقه انه يطلب محركات زيادة. اصلا مش من حقه انه يحولها غاز، يعني هو اصلا كوكيل ماشي بالعافيه. جهاز حمايه المستهلك مليان مآسي لناس الوكلاء مش عايزين يعوضوهم علشان يوفروا فلوس. هل الوكيل حركه البيع عنده قويه للدرجه اللي تخلينا نقللها شويه بشروط مروريه وقرارات منع ترخيص؟ رابعا، هل الوكيل هيركب تجهيزه الغاز ويحط الانبوبه في الشنطه؟ ده احنا من مميزات اللي بنقولها في العربيات سعة الشنطة الخلفية، ومن ضمن الحاجات اللي بتميز العربية عن التانية سعة الشنطة الخلفية واتساع الصالون الداخلي. ينفع حد يشتري عربية زيرو نص شنطتها أنبوبة؟ وبالنسبة لعربيات الهاتشباك هتاخد كل الشنطة ونحط شنطنا فين، على رجلينا؟ ولا هتعمل تانك بنزين في حجم نص التانك وتحط جنبه مثلا الأنبوبة علشان لو خد حد طوبة تحت العربية تنفجر الأنبوبة وتولع علشان نضمن إننا قتلنا كل الركاب ومفيش أي مصابين ولا جرح؟ ولا تحط الأنبوبة فوق السقف عشان الشمس تظبطها؟ خامسا،
هل الدولة فيها فائض في الاقتصاد؟ وتعافينا من وباء الكورونا وخلاص الناس عوضت الخسائر وقفنا على رجلينا والمشاكل كلها اتحلت والبنوك فلوسها رجعت لها والشركات بتكسب وبتدي مرتبات للموظفين وحوافز وفرص عمل كتيرة، بس طبعا النفس. وبعد كل الخير ده احنا كده بقينا جاهزين ندخل مرحلة جديدة، علشان مشكلتنا الوحيدة حاليا هي التلوث والاستفادة من الغاز المتوفر. طب هو سعر الغاز النهاردة بكام؟ لما عندنا وفر في الغاز هل السعر نزل ولا غلي مع البترول؟ كل دي أسئلة إجابتها عندكم، أنا مش هجاوب عليها، بس أحب أقول لكم إن قرار منع ترخيص السيارات إلا لو كانت غاز وبنزين مش هيتنفذ دلوقتي خالص، وصانع القرار في مصر عارف كده كويس. ممكن يكون القرار ده طالع لأهداف تانية، أو يكون قرار مستقبلي على المدى البعيد. حتى قرار تخريج العربيات القديمة برضو مش هيتنفذ حاليا. في نهاية الفيديو أشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.